ايه المفاجأة اللي انت مجهزاها لمامتك بكرة في عيد الام؟ كان في طقم كوبايات هتموت عليه، فانا شفت ان عليه سيل فرايح اجيبه على طول. انا النهارده نازله اجيب لحماتي ومامتي هديه، بس هجيب ايه لسه مش عارفه، لسه بدور. ممكن اجيب لها شنطه وشوز. جبت لها العباءه اللي هتروح بيها العمره. الحمد لله. انا جبت لحماتي كنكه قهوه تركي، وحماتي زي ماما، وربنا يخلي امهاتنا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. هعملها حاجه بتحبها، يعني هريحها بكره بقى زياده، وممكن اجيب لها هديه وانا ماشيه دلوقتي. هجيب لها شنطه مثلا، وممكن اجيب لها ميك اب. انا ماما منتظره هديه، منتظره اولادي. ابني بيشتغل هنا في القاهره وهو هيجيب لي الهديه وجاي، ومعايا الزوار برضه محاسب هيتخرج برضه هيجيني هديه، بس انا ممكن اجيب لصاحبتي الانتيمه هديه. خلي اليوم عليا انا في البيت، اساعدها انا في طول النهار. بجهز لها طقم حلو الجرانيت. اجيب لها البوت اللي هي عايزاه، وانضف لها الشقه. احاول ان انا اجيب لها هديه كويسه وافرحها، لها كلمتين كويسين، واخدها في حضني، واعيد على كل امهات قدامها وكل قرايبها. لا والله ممكن نتعشى بره. حاول ما ازعلهاش في اليوم ده، وانا على طول اصلا ما بزعلهاش، وهجيب لها اي حاجه تفرحها. مجهز لها دعوه حلوه. جايب لها كلتش، المفروض مستنيها ترجع من السفر ان شاء الله، واديها لها. انا احلى مفاجاه. لو جبت لها الدنيا كلها طبعا مش هتكفيها، بس كفايه انا. بس هي دي مفاجاتها. لا مش مجهز لها هديه. عارفه ليه؟ عشان انا هديتها. كل سنه وانت طيبه يا امي. لا ابوه، وكل اليوم اللي تطلبها انا اعمله لها. مش مجهزه لها مفاجاه بصراحه، بس لسه يعني عايزه اشوف لها حاجه، يعني لسه بشوف اهو، بحاول اشوف قبل الشغل. عايزه اجيب لها حاجه، يعني لبس مثلا، شنط بقى، جزم، حاجات كده. بكره في عيد الام بصراحه ولا حاجه، يعني كفايه انا مفاجاتها. انا هديتها. يعني اي حاجه رمزيه ممكن اجيب لها، مثلا شوكولاته او اي حاجه، يعني اي حاجه رمزيه كده.